مهم قوي بقى الواحد لما يجي يركب سكيت بورد ولسه مبتدئ ياخد باله هو بيحط رجله فين، لان انا رجلي كان كلها طينه فطلعت الطينه الاول نضفتها كده وبعدين ما دوسش فيها تاني، هنا موجوده هنا ما يجيش على الجريب تيب هنا، لان بعد كده بيبقى صعب جدا الواحد يشيله. جامد قوي جاي في وشي فوقفت